جرت بعد عصر اليوم بالدار البيضاء بحضور الأمير مولي رشيد مراسيم تشييع جثمان الرحيل محمد كريم العمراني. فبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الشهداء نقل جثمان الرحيل إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء، حيث وري الثرى في موكب جنائزي مهيب بحضور أفراد أسرته ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري. كما حضر مراسيم التشييع رؤساء حكومة سابقون وشخصيات أخرى تنتمي إلى عوالم السياسة والاقتصاد والفكر.